فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بيني وبين إخوتي خلاف بسبب أمور الإرث والتركة، وليس بيننا تواصل، يقول: ما نصيحتكم لي ولهم في هذا الأمر؟ لا يجوز القطيعة من أجل الدنيا، لا تجوز القطيعة الرحم من أجل الدنيا، وعليكم بالمصالحة بينكم وإصلاح الأمر، ويعينكم الله عز وجل على ذلك. نعم.